أعلن جهاز المخابرات الليبي عن إحباط عملية اغتيال كبيرة كانت تستهدف رئيس الحكومة فايز السراج. أكدت الحكومة الشرعية التزامها بمشروع السلام الدائم والشامل لليمن رغم استمرار الانقلابيين في تعنتهم. اتصل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وأبدى قلقه بشأن تصعيد القتال في شرق أوكرانيا. صادق البرلمان التركي على اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد خلاف استمر 6 سنوات. قررت وزارة العدل الأمريكية إرسال فريق إلى تركيا للبحث بملف المعارض فتح الله جولن مع القيادة التركية. عبرت زعيمة حزب يميني ألماني عن تأييدها لمنح المواطنين الحق في حيازة الأسلحة ووسائل الدفاع عن النفس. قال مسؤولون إن حركة طالبان الأفغانية سيطرت على منطقة استراتيجية في إقليم قندوز بشمال أفغانستان. أعلنت مؤسسة مودز للتصنيفات الائتمانية عن تصنيف ائتمان مصر عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. انتزعت نيويورك من لندن عرش أكبر المدن العالمية جذباً للاستثمارات الأجنبية في العقارات التجارية بسبب البريكسيت. أحيا مغني الراب الفرنسي مايتر جيمس حفلاً على المسرح الأثري بمدينة قرطاج التونسية استمتع خلاله الآلاف. قالت الحكومة البرازيلية إن 500,000 زائر أجنبي وصلوا إلى البرازيل لحضور أولمبياد ريو دي جانيرو.